بمشاركة شبابية واسعة اختتمت منظمة لوياك فعاليات برنامجها التدريبي للشباب الواعدين لريادة الأعمال. وأكد المشاركون في البرنامج التدريبي أنه يهدف لإتاحة الفرصة للشباب للإطلاع على طبيعة الأعمال والمجالات المختلفة، فضلا عن اكتساب الخبرات العملية والحياتية لتعزيز فرص نجاحهم مع بداية حياتهم المهنية لبناء مستقبل وظيفي مشرف وخلق فرص داعمة لهم. خلال 6 أسابيع اللي فاتت عرضنا على الشباب قضايا اجتماعية، منها من خلال أو عبر رحلات ميدانية في المجتمع، وتم تنسيق الرحلات الميدانية حسب اختيار الشباب واهتماماتهم في عدة قضايا، منها القضايا الصحية، منها القضايا حقوق الإنسان. البرنامج كان مدته 6 أسابيع، اشتغلوا فيه الشباب على 3 مراحل، اللي هي أولا التفكير في مشكلة معينة، اختيار مشكلة معينة لحلها، هي مشكلة اجتماعية لازم تكون، يحضروا بزنس بلانس، وبعدين الاكسكيوشن، يعملوا بروتوتايبس ومجسمات أو تمثيل لمشاريعهم.